بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة معيار المحاسبة الدولي رقم 2 المغربي. أول سؤال: Which of the following cost models is not permitted under AS2؟ هل هو ال FIFO ولا ال LIFO ولا ال Weighted Average ولا ال Actual Cost؟ طبعا زي احنا ما كنا سمعنا في الشرح أو عرفنا مع بعض هو ال LIFO. لو في ناس أول ما دخلت على الفيديو بتاع الأسئلة، أتمنى بس عشان يبقوا فاهمين معانا يرجعوا للفيديو بتاع الشرح، هيلاقوا اللينك بتاعه تحت الفيديو ده. تاني سؤال: Under IAS2, Fixed Production Overhead should be allocated to items of inventory on the basis of، هل Actual ولا Normal ولا Abnormal ولا Estimated production capacity؟ هو زي ما كان في التعريف هو النورمال. Which of the following costs are not included while computing the cost of purchase؟ ايه الحاجات اللي من هنا ما بتخشش معانا في تكلفة المخزون؟ هل هو ال purchase price, recoverable taxes, import duties, shipping cost؟ طبعا السعر والتخليص والشحن بيخشوا معانا، الضرائب المستردة هي اللي ما بتخشش معانا. Inventory should be measured at the lower of cost and، المخزون بيقيم الأقل من التكلفة أو الـ Fair Value، الـ Market Value، الـ Net Realizable Value ولا الـ Present Value؟ هي الـ Net Realizable Value. The estimated selling price in the ordinary course of business plus estimated cost of completion and estimated cost of sale is called، دلوقتي لما اجيب السعر بتاع البيع بتاعي تقريبي واجي اشيل منه اي تكاليف بيعية او اي تكاليف كلفتها عشان اقدر ابيع او اتم البيع، ده اسمه ايه؟ هل الماركت فاليو ولا الفير فاليو ولا الكارنت فاليو ولا النت ريلايزابل فاليو؟ طبعا ده تعريف النت ريلايزابل. Which of the following is not permitted as a cost of inventory؟ ايه من الحاجات دي اللي ما بتخشش معانا في تكلفة المخزون؟ ال non-recoverable tax، ال shipping، ال fixed manufacturing overhead، ال storage cost. طبعا كنا خدنا الحاجات اللي ما بتخشش معانا ومنها ال storage cost، تكاليف التخزين. Which of the following items are excluded from the scope of IAS2 inventories؟ ايه اللي من الحاجات دي ما بتخشش معانا في المعيار؟ اول حاجه agriculture produce at the point of harvest، هي agriculture دي لوحدها، يعني الكلمه دي لوحدها عرفنا ان دي مش معانا، احنا ما خدناهاش لسه، بس ده معيار محاسبه دولي رقم 41 اللي هو 41، ده بتاع الاصول الحيويه اللي هي الحاجات الحيه زي النباتات والحيوانات والحاجات دي، فبالتالي هي الإجابة هنا هي أول إجابة. بس هنقرأ الباقي: Inventory that are stated at net realizable value، المخزون اللي بيقيم بالـ net realizable value ده العادي. Assets held for sale in the ordinary course of business، هو ده تعريف المخزون. Inventories whose fair value is more than the cost، المخزون اللي بيبقى الـ fair value أعلى من الـ cost وبرضه ده الطبيعي، يبقى الإجابة هي الأولى. Which of the following is allowed as a cost of inventory؟ ايه من الحاجات دي اللي مسموح بيها تخش في تكلفة المخزون؟ هل الـ abnormal waste، storage cost، selling cost، variable manufacturing overhead، general administration overhead؟ طبعا أي مصاريف صناعية إذا كانت fixed أو variable دي اللي بتخش معانا، الباقي ده كله طبعا ما بيخشوش معانا. Any amount of write down inventories to net realizable value should be، أي قيمة بتخفض من المخزون وبتبقى في net realizable value دي بتعمل إيه؟ إحنا يعني زي ما إحنا فاكرين مع بعض لما بيحصل تخفيض لقيمة المخزون بأي قيمة، القيمة اللي خفضت دي أوتوماتيك على طول في نفس الوقت اللي تم فيه التخفيض بتروح إيه؟ خسارة في البي إن إيه، تمام؟ فهل هنا treated
as a deferred expense and written off based on the average inventory holding period. لا هي مش deferred expense ولا هي بتعتمد على الافريج انفنتوري، فبالتالي طبعا الاجابه دي غلط. هي recognized as an expense in the period in which the write down occur. دي الاجابه الصح، ان هي بتبقى مصروف في الفتره اللي حصل فيها الايه الانخفاض. الاجابه الثالثه recognized as an expense in the subsequent period in which such write down is warranted. لا طبعا هي مش في الفترة اللاحقة اللي حصل فيها الانخفاض، هي لازم تبقى في نفس الفترة. ولا recognized as a current liability in the balance sheet. طبعا هي مش current liability خالص، وبتخش معانا بي اند ال، خسارة في البي اند ال، يبقى الإجابة التانية هي الصح. آخر سؤال معانا سؤال رقمي. Thunder Limited اسم شركة had inventory with a cost of $10,000 at the end of the financial period 31 December 2013. تمام، في 31/12 كان عندي تكلفة المخزون عندي $10,000. It estimated the net realizable value of this inventory was $9,000 at 31 December. يبقى في 31 قدروا ان النت ريلايزبل فاليو ب 9000 يعني بالمعرفه اللي عندنا دلوقتي. لو هاجي هسجل بال10 ولا بال9؟ ايهما اقل؟ يبقى هسجل بال9. قال لك one week later the inventory was sold for $7,000. بعد اسبوع، بعد السنه ما خلصت، انا بعت فعلا ب $7,000. طيب السؤال، if their financial statements were finalized on 14 February 2014, what value should be assigned to this inventory? يعني انت فعلا خلصت القوائم المالية بتاعتك في 14 فبراير 2014، هتسجل بأنهي قيمة بقى؟ هتحط بال10 ولا بال9 ولا بال7 ولا واحدة من دول؟ لو انا ما اعرفش ان الحاجة اتباعت، ما كانش عندي المعلومة، كنت هحط بال9، يوم اقل. بس بما انها اتباعت واتباعت كمان بقيمه اقل، عشان الفير برزنتيشن، طبعا كلمه فير برزنتيشن دي موجوده من اول خالص المعايير، ان اصلا زي ما كنا شرحنا في الاول خالص ان اصل المعايير الفير برزنتيشن. انا عامل كل الحاجات دي عشان اعرض الدنيا بطريقه صحيحه وفير عادله، الناس تقدر تاخد على اساسها قرارات. فبالتالي انا لو سجلتها ب9 هبقى اوفر ستيتد ب 2000، وانا عارف اوريدي ان ايه ان هي اتباعت ب7، فبالتالي الاجابه الصحيحه هتبقى $7,000. كده احنا خلصنا، اتمنى الناس تكون استفادت. لو في اي حد عنده استفسار او عنده اي حاجه عايز يسال فيها، ممكن يحط كومنت تحت الفيديو في اليوتيوب نفسه، او يبعت لي في الميل اللي ظاهر قدامكم. واتمنى الناس تكون استفادت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.